يتشرف الإنجاز والنجاح والإبداع بالانتساب إليكم يا أبناء جامعة المؤسس، فهنيئاً لهم بكم، وهنيئاً لكل قيم المفاخر بمن يحمل رايتها من رجال أفذاذ ومن سيدات فاضلات يشاركننا الإنجاز والنجاح، ويتم تكريمهم في نفس الوقت في حفلهم البهيج مع ذكر أسمائهم هنا. يتفضل سعادة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبيد اليوبي بتكريم المكرمين. ويتفضل سعادة الأستاذ الدكتور ياسر بن عبد الحميد الخطيب رئيس اللجنة الاستشارية الأكاديمية لإعلان أسماء المميزون من أعضاء هيئة التدريس في العام الجامعي المنصرم. ثامناً، الطلبة المميزون، طالب الدراسات العليا فالح بن فهد السبيعي. نجم الكلية صهيب بن زهير عسيلان. تتشرف كلية الاقتصاد والإدارة بهدية تذكارية لمعالي الأستاذ الدكتور أسامة بن صادق طيب مدير جامعة الملك عبد العزيز، يستلمها نيابة عنه وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبيد اليوبي. والفصل الدراسي الأول 1430-1431. وبعد حصول اللجنة الاستشارية الأكاديمية على ترشيحات سعادة رؤساء الأقسام العلمية لمنسوبيهم والاستئناس بتقاريرهم، فإنه يسعدني إصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي أعضاء اللجنة الاستشارية الأكاديمية الإعلان عن أسماء أعضاء هيئة التدريس لشطري الكلية على النحو التالي: سعادة الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن أحمد دياب، فليتفضل. سعادة الأستاذ الدكتور أحمد بن داود المزجاجي، سعادة الأستاذة الدكتورة أسماء بنت محمد باهرمز، سعادة الدكتور صالح بن عبد الرحمن السعد، سعادة الدكتور صادق بن عبد الحميد مالكي، سعادة الدكتور زياد بن أحمد القرشي، أنا بس بدي أقول كلمة لو سمحتوا. أنا بعد ما سمعت كلمة عميد الكلية استغربت، محاسب وما شاء الله هذه البلاغة، فأقترح إضافة نقطة تحت العنقري: اللي يبغى يسميه عنقري عنقري، واللي يبغى يسميه عبقري عبقري.
وفي النهاية أود التنويه بأن مجالات التميز الثلاثة وهي البحث العلمي والتدريس وخدمة المجتمع يكمل بعضها بعضاً، وقد اجتهدت اللجنة في مهمتها، فإن أصابت فلها أجران وإن لم تصب فلها أجر المحاولة، كما نأمل إن شاء الله أن يكون هذا التكريم تشجيعاً وعاملاً حافزاً لكل الزملاء الأعزاء أعضاء هيئة التدريس في شطري الكلية في العام الدراسي المقبل بإذن الله تعالى، والله ولي التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثانياً، تكريم الأكاديمي المثالي سعادة الدكتور طلعت بن عبد الوهاب سندي. سعادة الأستاذ خالد بن سعيد باشنيني. ثالثاً، أعضاء هيئة التدريس الذين أحيلوا إلى التقاعد سعادة الأستاذ الدكتور أحمد بن سعيد بامخرمة. سعادة الدكتور حامد بن محمد هنيدي. سعادة الدكتور رعد بن عبد الكريم حبيب. رابعاً، أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على ترقيات وجوائز علمية سعادة الأستاذ الدكتور توفيق بن عبد المحسن الخيال. سعادة الدكتور طلال بن صالح بنان، ويستلمها نيابة عنه سعادة الأستاذ الدكتور سعود العتيبي. سعادة الدكتور عمر بن عبد الله نصيف. سعادة الدكتور خالد بن سامي حسين. سعادة الدكتورة رجاء بنت يحيى الشريف الخواجة. خامساً، المميزون في مجالات التطوير والاعتمادات الأكاديمية سعادة الدكتور سليمان بن عبد الرحمن آل الشيخ. سعادة الدكتور محمد بن إبراهيم الحبيب. سادساً، أعضاء هيئة التدريس الذين انتهت فترات تكليفهم بمهام إدارية سعادة الدكتور تركي بن عمر بوكشان.